هنروح معاكم لتقرير من محافظة الوادي الجديد مع الزميل خالد عز الدين، وبنرجع مرة تانية متواصلين معكم. وصباح طيب. شكرا للزملاء باستوديو الهواء بقناة طيبة. أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم. بنحييكم من خلال المؤتمر الثاني لكلية الطب جامعة الوادي الجديد والذي يعقد كل عام. هذا المؤتمر يناقش العديد من الموضوعات الخاصة بما وصل إليه الطب في مصر والعالم، وأهداف أخرى سوف يعني يعرضها لنا الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد ورئيس المؤتمر. دكتور حسن صباح الخير، ومن تقدم لتقدم. صباح الخير يا استاذ خالد. النهارده افتتاح المؤتمر الثاني العلمي لكليه الطب، الكليه الفتيه التي بدات العام الماضي. وهذا المؤتمر يتناول الحديث في الطب. المؤتمر السنه دي في ثوبه الجديد بدعم من جميع جامعات مصر، من جامعة أسيوط وجامعة سوهاج وجامعة الأزهر وجامعة بدر. عندنا ضيوف أفاضل، قامات علمية كبيرة حاضرة لهذا المؤتمر، والمؤتمر تحت رعاية الأستاذ دكتور رئيس الجامعة وبدعم من شركات الأدوية ودعم من مؤسسات المجتمع المدني. مؤتمر يتناول الجديد في الطب من حيث البحث العلمي ومن حيث الذكاء الاصطناعي ومن حيث نزاهة العملية البحثية والتعليمية. موضوعات عديدة يتناولها جلسات المؤتمر على مدار اليوم وباكر إن شاء الله. النهاردة في مقر الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة بالكيلو 10، الحضور يتعدى أكثر من 500 حاضر من أبناء كلية الطب، طلاب الفرقة الأولى والفرقة الثانية، ومن أعضاء هيئة التدريس الذين تم الضخ بهم من قبل الدولة المصرية. تسلم العمل منهم أكثر من 75 عضو هيئة تدريس وعضو معاون، شاركوا في إنجاح هذا المؤتمر وإنجاح العملية التعليمية والعلاجية والصحية تماشيا مع سياسة الدولة في الجمهورية الجديدة ولتنمية مستدامة بمحافظة الوادي الجديد ولتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الصحة ومجال التعليم وجميع المجالات المجتمعية الأخرى. الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد للدراسات العليا ورئيس المؤتمر العلمي الذي عقد بجامعة الوادي الجديد، بالتأكيد المؤتمرات لها هدفها ولها محاورها اللي بتناقشها. كلمنا عن الهدف من إقامة مثل هذه المؤتمرات وكيف تقرب في وجهات النظر من أجل خدمة طبية ومنتج طبي كويس للمواطن بشكل عام على مستوى مصر وعلى مستوى محافظة الوادي الجديد كمحافظة حدودية. المؤتمرات طبقا لقانون تنظيم الجامعات لابد أن يكون لكل كلية مؤتمر علمي سنوي، والهدف من هذه المؤتمرات هو تبادل الخبرات العلمية بين المحاضرين وبين المستمعين والمشاركين في جلسات المؤتمر. مؤتمرنا العام الماضي كان بعنوان نحو خدمة طبية أفضل محافظة الوادي الجديد، ومؤتمرنا هذا العام بعنوان الحديث في الطب، يتناول جميع الموضوعات المستحدثة في الطب خلال عام 2022-2023 في جميع التخصصات الطبية الإكلينيكية والبحثية والأكاديمية. دكتور حسن عبد اللطيف، انا بشكر حضرتك على هذه المعلومات الفياضه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده من خلال هذا اللقاء، على امل ان احنا نتابع مع حضرتك ان شاء الله في متابعه اخرى كل اعمال الجامعه وكل اعمال كليه الطب. تمنيات لحضرتك وللقائمين على المؤتمر بالنجاح، ونوصل التوصيات تخدم العمل الطبي والمواطنين في محافظه الوادي الجديد ومصر بشكل عام. شكرا استاذ خالد، وتمنياتنا بتحقيق الحلم الاخير لخدمة العملية البحثية والتعليمية والعلاجية بمحافظة الوادي الجديد، وده حلم للمحافظة بأكملها. بإذن الله يا فندم، بإذن الله. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، شكر جدا. شكرا أستاذ. أعزائي المشاهدين، كانت تلك متابعة من محافظة الوادي الجديد لمؤتمر الطب الثاني لكلية الطب جامعة الوادي الجديد. وفي نهاية رسالتنا لكم كل التحية والعودة إليكم بالميكروفون من الوادي الجديد، كنت معكم محمد حسين ومحدثكم خالد عز الدين.
بنشكر الزميل خالد عز الدين من الوادي الجديد، وبنستكمل منشطتنا النهارده وفي سياق متصل وخلال زيارتها المستمره لمحافظه اسوان رانيا المشاط.